قال أبو بكر بن الأنباري يرحمه الله تعالى ويغفر لنا أنهم يعني العرب في الجاهلية كانوا إذا صدروا عن منى قام رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة القلمس، ومعنى القلمس الرجل الداهية، فيقول أنا الذي لا أعاب ولا يرد لي قضاء، فيقولون له إنسأنا شهرا أي أخر عنا حرمة المحرم فاجعلها في صفر، وذلك أنهم كانوا يكرهون أن تتوالى عليهم 3 أشهر لا يتمكنون فيها من الإغارة، لأن معاشهم كان قائما على الإغارة، فيحل لهم المحرم ويحرم عليهم صفر، فإذا كان في السنة المقبلة حرم عليهم المحرم وأحل لهم صفر، فقال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال شاعرهم يفخر بذلك: ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما؟ فجاء الإسلام فأبطل النسيء، واستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله الأرض.